تعالوا بقى نستهل معنا هوان فقرتنا الصحفيه. اتفضل. ايوه نروح كده بحضراتكم جوله بقى اخر الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعربيه والعالميه مع زميلنا العزيز محمد توفيق. محمد انا وكريم بنصبح عليك في البدايه، عايزينك كده اول تقول لنا اخبار الطقس ايه عندك، لان احنا نزلنا بدري جدا فكان وقتها برد شويه، دلوقتي هل الدنيا افضل؟ وفي نفس الوقت كده اطلعنا ما لديك بقى من اخبار في الصحف المختلفه. اتفضل يا محمد. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، صباح الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيشاهدنا دلوقتي. يمكن زي ما بتتكلمي الجو كان شويه برد الصبح، لكن دلوقتي الجو اكثر من رائع داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره. يمكن الشمس ساطعه بشكل كامل، درجه الحراره بقت الطف بكتير، الجو معتدل جدا يعني مناسب لكل، يعني اي حد عنده مشوار بنقول له انزل مفيش مشكله خالص، الجو كويس جدا، اي حد عاوز ينزل النادي هنا يمارس رياضته المفضله برده بنقول له انزل، خلاص الجو بقى كويس. يمكن ساعة شوية الصبح لكن دلوقتي الجو خلاص يعني زي ما نقول كده يعني شتوي معتدل تماما. نبدأ بقى جولتنا لأهم وآخر الأخبار، يمكن نبدأ جولتنا الإخبارية النهاردة بأهم المباريات اللي بتقام على مستوى العالم النهاردة، والبداية من الدوري الإنجليزي. يمكن أول مباراة ليستر سيتي وفولهام الساعة 7:30، كمان في مباراة بين ويست هام يونايتد وأستون فيلا الساعة 10، الدوري الأسباني ريال بيتيس مع إيبار الساعة 10 مساء، الدوري الإيطالي مباراة بين تورينو وسامبادوريا 7:30، ومباراة تانية بين جونوا وبارما الساعة 10 إلا ربع. كمان في أربع مباريات في دوري أبطال آسيا بتقام، يمكن دوري مباريات آسيا الجزء زي ما بنقول الغربي من القارة اللي هو الخاص بالوطن العربي خلص خلاص منافساته، ويمكن الهلال السعودي وصل لمراحل المتقدمة وبعدين تم استبعاده فيروس كورونا. كمان بقى الجزء الشرقي لسه بيلعب مبارياته، فعملوا المباريات بشكل مجمع في العاصمة القطرية الدوحة. في أربع مباريات النهاردة، أول مباراة بين إف سي طوكيو وأولسان هونداي الساعة 12 ظهرا، وجوان بكين وسيول الكوري 12 ظهرا أيضا، ومباراتين الساعة 3 بين شانغهاي الصيني وبيرس الأسترالي، وكمان مباراة بين شيانجري يونايتد وميلبورن الأسترالي. يمكن نادي ومباراة آسيا إن شاء الله دي أهم مباريات دوري أبطال آسيا إن شاء الله. يمكن النادي الأهلي خلاص من الأربع أندية اللي صعدوا لكأس العالم أندية، كمان ده بقى الجزء الخاص بآسيا إن شاء الله اللي هيبقى فيه احتمال يقابل النادي الأهلي بعد إجراء القرعة بإذن الله. نروح بقى لأخبارنا المحلية ونبدأها من اليوم السابع واللي جاء في صدر صحيفته النهاردة. عمومية الجبلية تحسم بنود عدد الأعضاء والثماني سنوات. يمكن كان في صراع شديد امبارح بين الجمعيه العموميه واللجنه الخماسيه لاتحاد الكره، ويمكن وصفته جريده اليوم السابع بانتصار الجمعيه العموميه على اللجنه الخماسيه. يمكن كان في خلاف شديد على بند عدد اعضاء الجمعيه العموميه، كان اعضاء اللجنه الخماسيه مقررين ان هم يخفضوا العدد ل 96 عضو، لكن اعضاء الجمعيه العموميه اصروا وانتصروا في النهايه، واصبح عدد اعضاء الجمعيه العموميه 134 نادي ومركز شباب. كان في كمان بند حواليه لغط كبير جدا وهو بند الثماني سنوات، يمكن كانت اللجنه الخماسيه عاوزه تنفذ بند الثماني سنوات بشكل تصاعدي باثر رجعي، بمعنى ان الناس اللي شاركت قبل كده او كانت اعضاء في اتحاد الكره لا يحق لهم النزول مره اخرى لو اكتملت الثماني سنوات، لكن الجمعيه العموميه انتصرت في النهايه واقرت البند، ولكن بشكل وقتي او لحظي ان البند يتم تطبيقه فورا من الان وليس باثر رجعي. الخبر الثاني معانا النهارده محليا من جريده الشروق، يمكن في بيان رسمي حسن مصطفى يؤكد على تنظيم مونديال اليد في يناير المقبل. اصدر كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد يعني بيان رسمي بالامس في ساعه متاخره من الليل، اكد فيه على اقامه كاس العالم لليد المقرر اقامتها ان شاء الله في مطلع يناير المقبل في مصر 2021 في الفتره من 13 ل 31 يناير. وحسب البيان اللي اصدره كابتن حسن مصطفى اكد ان مونديال اليد مش حدث عادي، ده حدث عالمي بالنسبه لكره اليد، وقال ان من يعني من مصلحه المنظومه او منظومه كره اليد في العالم كله انه يقام في موعده في مصر في يناير المقبل باذن الله. نروح لاخبارنا العربيه وبالتحديد من المملكه العربيه السعوديه وجريده الرياض السعوديه. الاهلي يتخطى الفيصلي والوحده يعود بالباطن وتعادل التعاون والاتفاق. يمكن افردت جريده الرياض السعوديه نتائج الجوله السادسه بالامس، وكان اهم ابرز النتائج الاهلي امام الفيصلي فاز 2-1، ودي نتيجه تعتبر جيده جدا للاهلي لانه فاز على فريق بينافس معاه على المراكز الاولى، وده خلاه في وضع افضل في جدول المسابقه. كذلك الوحده فاز على الباطن 2-0، وده يمكن بعد زي ما بيقول اربع مباريات لم يذق فيها فريق الوحده الفوز، لكن تمكن من الفوز اخيرا امام فريق الباطن. كمان التعاون والاتفاق انتهت المباراه بالتعادل 1-1. يمكن كان فريق الاتفاق عنده مشاكل كبيره جدا، اخر اربع مباريات كانت هزيمه، دي اول حاجه يعني زي ما بيقول تغلب على هزامه في المباراه الماضيه وتمكن من التعادل مع التعاون اخيرا. عالميا نروح لانجلترا وصحيفه الصاني الانجليزيه وخبرنا الاخير وفاه بابا ديوب
لاعب المنتخب السنغالي وخط وسط بورتسموس السابق وفولهام الانجليزي. يمكن الدولي السنغالي يعني توفى بالامس عن عمر ينازي 42 سنه بعد صراع طويل مع المرض. يمكن اللي مش فاكرين بابا ديوب نفكرهم بيه، ده كان لاعب الوسط المنتخب السنغالي اللي احرز هدف الفوز امام فرنسا في افتتاح مباراه كاس العالم 2002 في كوريا واليابان. ويمكن كانت السنغال عملت يعني زي ما بنقول مونديال استثنائي ووصلت لدور الثمانيه قبل الخروج في دور الثمانيه امام منتخب كوريا الجنوبيه. يمكن بنتمنى له الرحمه يا رب. ويمكن ده اثار زي ما بنقول يعني الحزن في انحاء انجلترا انه لعب اكثر من نادي في انجلترا وكمان كان لعب في فرنسا من قبلها. دي كانت اهم وابرز اخبارنا سواء محليا او عربيا او عالميا. العوده لكم في الاستوديو. بشكرك جدا يا محمد، شكرا للتغطيه الرائعه دي. شكرين.